سعيد من لا يأمل شيئاً لأنه لن يشعر بخيبة الأمل أبداً. بغض النظر عن مدى الأمانة والإخلاص، فإن رفيق الروح المضطربة الذي يشكو من كل شيء هو عدو لسلامتنا. إذا كنت ترغب في أن يحتفظ شخص بسرك، فأفضل طريقة هي أن تحتفظ به بنفسك. الجدال يشعل الجدال ويبتلع الذين يشتركون فيه. نرى العديد من الأشخاص قادرين على القيام بأفعال حكيمة، ونرى مزيدا منهم قادرين على القيام بأفعال ذكية وماهرة، ولكن قليلون جدا منهم قادرون على القيام بأفعال كريمة. العنيد لا يملك آراء، بل الآراء هي التي تملكه. الغياب يبرد العواطف المعتدلة، بينما يشعل العواطف الأكثر شدة، تماما كما تطفئ الرياح شمعة صغيرة وتشعل لهب نيران كبيرة. عدم الانسحاب يعتبر نوعا من التقدم، والإنسان يجب أن يتعلم كيفية المشي قبل أن يتعلم كيفية الرقص. من يكذب مرة لا يدرك قدر الورطة التي أوقع نفسه فيها، إذ عليه أن يخترع 20 كذبة أخرى للحفاظ على هذه الكذبة. أن يغضب المرء يعني أن يثأر من نفسه لأخطاء ارتكبها الآخرون. أفضل طريقة لتعتذر عن خطأ ارتكبته هو أن تسارع إلى تصحيح الخطأ. لن يتعلم البعض أي شيء، لأنهم يفهمون كل شيء أسرع مما يجب. اجعل أعدائك يقرؤون أعمالك حتى تستطيع تصحيحها. اجتنب إعطاء الوعود التي يتعذر الإيفاء بها. عواطفنا مثل نوبات التشنج تجعلنا أقوى لفترة ثم تتركنا ضعفاء إلى الأبد. لا يمكن لأحد أن يحمل قناعا لفترة طويلة. العاقل من يضع قاربا يعبر به النهر، بدلا من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. كثرة الضحك تذهب الهيبة. المبالغة في المزاح تجلب العداوة. اشرب بعمق أو لا تتذوق ينبوع المعرفة، فالجرعات الضحلة تسمم العقل، وكثير من الشرب يعيدنا إلى يقظتنا ثانية. العواطف عواصف الحياة. ليس من امرأة تكره رجلا لأنه يحبها، لكن الكثير من النساء يكرهون رجالا لأنهم أصدقاء لهن. إن كان لسمعة أحد أن تتعرض للتشويه، فليس أفضل لفعل ذلك إلا من أحد أقاربه. قم بدورك باقتدار، ففي ذلك الشرف كله. يحلم الرجال بالمغازلة ويستيقظون في قفص الزوجية. طوبى لمن لا يتوقع أي شيء، فإن ظنه لن يخيب أبدا. الإنسان هو مجد العالم وسخريته ولغزه. بعض الناس يمدحون في الصباح ما يذمونه في المساء، ولكنني أعتقد أن آخر الآراء أصوبها. أكثر الناس إيجابية أكثرهم نقاء. يحتوي التاريخ على أمثلة عن إخلاص الكلاب أكثر مما فيه من أمثلة عن إخلاص الأصدقاء. ليس على المرء حرج من الاعتراف بالخطأ، فهذا يعني قوله بكلمات أخرى أنه اليوم أكثر حكمة مما كان بالأمس. التسلية سعادة لمن لا يستطيعون التفكير. لا يعتقد المرء أبدا أنه سعيد إلا إذا استمتع بالأشياء التي يريدها أو يسعى إليها الآخرون. المثقف يسعد باستكشاف الطبيعة، أما الأحمق فيسعد لأنه لا يعرف أكثر مما يعرف. القوة تأتي في العقل وليس من صالات الألعاب الرياضية. العذر أسوأ من الكذب، فالعذر كذبة مقنعة. هناك فن مخفي في البساطة يمنح الروح والجمال سحرا لا يمكن تحقيقه بالتصنع والتزيين. كل شيء في الحياة مؤقت، الشيء الوحيد الذي نعرف أنه مؤكد هو الموت، ومع ذلك نتصرف كما لو كان الموت هو الشيء الوحيد الذي هو غير مؤكد من بين كل الأشياء. الزمن لديه عكازات كأجنحة، إذا كان يعرج لبعض الناس في حين يطير لآخرين. اللذائذ دائما مرتبطة بأجنحته، لكن الأحزان تسير ببطء معه. العقل بدون تقدير هو سفينة بدون حمولة، تجدها دائما عرضة للانقلاب بسبب الخفة. الرجل الذي يكون مشغولا جدا يمكنه التحدث عن الفلسفة، بينما الشخص الذي ليس لديه أعمال يمكنه أن يمارسها.
المنافق أكثر إثما أمام الله من الكافر. إنها أكبر جريمة ألا تخاف من الله عندما تعترف بوجوده من أن تكون كافرا. معظم الحياة تمضي في القيام بأشياء خاطئة، وجزء كبير في عدم القيام بأي شيء، وكل الحياة في عدم التفكير فيما نقوم به. كل الحياة هي رحلة نحو الموت. العيب يقود إلى عيوب أخرى. الآلام الخفيفة تتحدث، والآلام الكبيرة تبقى صامتة. الفضيلة صعبة الاكتشاف، فهي تحتاج إلى شخص يرشد ويوجه نحوها، بينما يمكن تعلم الرذائل حتى بدون معلم. حافظ على الثقة التي يضعها الآخرون فيك، ولا تخذلهم أبداً. نصف الكراهية في عالمنا هذا ناتجة عن سوء الفهم. المدح الغير مستحق سخرية متخفية. لا تظهر الأفعال دوماً معدن الرجال، فمن يقوم بعمل كريم ليس شرطاً أن يكون كريماً. الجمال يصدم العين، أما الجدارة فتكسب الروح. السعادة التي لم تتأثر بشيء تنهار بأدنى اهتزاز، ولكن عندما يجب علينا مواجهة التحديات المستمرة نتقوى من خلال تلك التجارب، ونقاوم الآلام بكل أنواعها، وحتى إذا تعثرنا نواجه الصعاب مرة أخرى ونقاتل بصمود. احذر من الرجل الذي يرفع رأسه بفخر بين النساء، واحذر من المرأة التي تستسلم للرجل الذي لا يقدر قيمتها ولا تثق بذاتها.